بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله حلقة مهمة، لان احنا هنعمل صيانة لموضوع الكولنت سيستم، مية التبريد ازاي تعمل له صيانة، تغسل الدورة، تبدل المية القديمة بمية جديدة. الكلام ده كله هنشوفه مع بعض عملي. ندخل في الموضوع المهم عندي دلوقتي، يعني شقين. لو انت دايما بتعمل صيانة والمية عندك نظيفة ومية خضرة، ف هتشوف الجزء الثاني للفيديو اللي انت بنفسك هتغير مية التبريد. لو انت جايب سيارة قديمة او كنت عامل اهمال فيها وفيها صدى وفيها مشاكل، انا بفضل تغسلها في محطة خدمة. الحلقة دي فيها الاثنين، وديت السيارة لمحطة خدمة، هنشوف الطريقة ازاي اللي بقى فيها امكانيات اعلى واجهزة وتنظيف بالهواء، فبتبقى اقوى من التنظيف المنزلي. طيب في الحالتين ايه اهم حاجة قبل ما نبدأ عملية التنظيف دي؟ لازم تكون دورة التبريد عندك سليمة، بمعنى المية بتنقص، مفيش تسريب فيها، لانك طبعا هتحط مية خضراء وبعد كده مش معقولة بعد كده تلاقي المية بتفضى وتحط مية من الحنفية، يبقى احنا ما عملناش حاجة. فقبل ما تبدأ عملية الصيانة لازم تكون نفس دورة التبريد سليمة، ما بتنزلش منها مية، الهوزات، الخراطيم، الغطاء بتاع الريداتير، الكلام ده كله سليم 100%. بعد كده نبدأ نعمل عملية الصيانة. الحاجة التانية لازم وعارفين المية اللي احنا هنستعملها، خصوصا السيارات الاوروبية بتبقى حساسة جدا للمية لنوعيتها يعني ودرجة التركيز والكلام ده كله، فلازم نتبع المكتوب في الكتالوج الخاص بالسيارة. نشوف الفيديو العملي. احط مزيل تاني على مية بيضاء. هنا هنشوف خط المية او خطوط المية المتركبة من مكنة الغاز للسيارة نفسها. زي ما احنا شايفين في خطين مية، خط ده الخط الاول ماشي كده بقوة اندفاع ترمبة المية الخاصة بالجهاز بتاع المحطة، بيدفع المية بقوة لجوه الريداتير ومنه لجسم السيارة كله. الخط التاني بقى اللي هو انا ماسكه ده راجع بتاع المية بعد الغسل، تدخل في الجهاز تاني وتفضل تلف دورة مقفولة زي ما احنا شايفين. طبعا ده ضغط كمبريسر الهواء عشان يدفع اي مية او في نفس الوقت نوع من تسليك للريداتير، ينزل في نفس الوقت المية لو في صدى او حاجة في الفتحات. احنا شايفين ضغط المية والهواء طالعين. نعبي المية الخضراء بقى بتاعتنا في الريداتير. دي تحديث 33%. طبعا بعد ما تتملى هنسيبها لغاية ما الترموستات تفتح وتبدأ الدائرة تشتغل بتاعتنا، ونتأكد ان المروحتين او المروحة الواحدة لو عندك واحدة بتشتغل بالسرعة القصوى بتاعتنا. طبعا المراوح طبعا شغاله هنا الاثنين اهم. طبعا كل انواع الريداتيرات بيبقى من تحت في الجنب ده كده، من تحت يمين او شمال بيبقى موجود فيه تحت خالص. هنا بيبقى فيه طبه كده او حنفيه تفتح بيها تنزل ميه الريداتير. انا ما بفضلش الاسلوب ده لسبب بسيط، الا لو السياره جديده وانت دايما بتستعمل الحنفيه او الطبه دي انت بتستعملها. ليه؟ لو موديل قديم وما اتفتحش قبل كده، او انت جايب سياره مستعمله ما انتش عارف ايه اللي حاصل فيها، لو انت استعملت الحنفيه دي ممكن تكون بتنقط، يعني هي مقفوله مع الزمن، رواسب قفلتها، جيت انت فتحتها وغسلت بقت بتنقط، تيجي انت فانا في الحالات اللي زي كده انا هفك واغسل الميه من فوق، يعني الملو والشغل كله صرف الميه هيبقى من الهوز او الخرطوم العلوي اللي داخل الريداتير. تاني حاجه لازم يكون عندك الغطاء بتاع الريداتير، احنا اتكلمنا قبل كده، لازم يكون سليم مطابق للمواصفات، مثلا 9/10، 1/1/10، الكلام ده اتكلمنا اللي ده يدل على نسبه الضغط. غطاء الريداتير فيه 2 صمام، الصمام الاصلي اللي هو ده كده اللي احنا شايفينه، والصمام التاني اللي هو ده، شايفين ده عامل ازاي اهو، ده
ده المسؤول عن رجوع المية للقربة بتاعة المية الدودة دي. هنا العربية دي يعني صاحبها مهتم بيها، فهي المية بتاعتها اصلا خضرة بس صلاحيتها انتهت، فالعربية اصلا ما فيهاش صدمة، ما فيهاش اي حاجة، يعني هنبدل المية بس. عشان الفيديو ما يبقاش طويل، لو انت هتنظف بمزيل صدى اللي احنا هنعمله، هنحط مزيل الصدى في المية القديمة ونتبع التعليمات الموجودة على العبوة. بعد كده هنفضي المية ونحط مية جديدة بتاع غسيل، ونبدأ كأننا بقى بنشوف الفيديو ده كأن المية دي هي المية الخضراء اللي انا بفضيها. لازم المحرك يكون بارد تماما خالص كده، او بربغان او بنز، نفك الكليبس ده كده ونرجعه، وبعد كده نبدأ نسحب ده بهدوء. هنشوف هنشتغل ازاي. هنبدأ نسحب ده للخلف كده بهدوء كده كده، وننزله تحت بالمنظر ده، ونشغل المحرك بتاعه. الحاجة المهمة التانية، مكان ما فكنا ده بنحط كيس ونقفله بشريط مطاطي او أستك او حاجة زي كده. طبعا المية اللي نازلة يعني شايفين هي طبعا خضرة وجديدة، هتبقى خضرة، بس المشكلة هنا انا المفروض احط مية بيضة، هنلاقي المية البيضة بتبدأ هي اللي تنزل. حطيت شوية مية بيضة عشان التوضيح بس. طبعا احنا شايفين الردتيه من جوه، يعني ما شاء الله شايفين الردتيه ما شاء الله نظيف، الفتحات بتاعته كلها متسلكة ونظيفة. طبعا ده عشان المية الخضراء وبتمنع الصدى. هنستعمل زجاجة مية زي دي كده نحطها هنا. طبعا هي دي مش محكمة قوي، فانت ممكن تجيب اللي هي الاكياس البلاستيك تلف عليها هنا عشان تبقى ايه محكمة. انا طبعا هجيب شريط بس كده من مطاط، هلفه على الغطا دوت، هلفه ده هنا كده عشان يبقى محكم هنا. هنشوف اهميه الزجاجه دي ايه. الحاله ديت في حاله اللي هي الدوره المفتوحه، كلمه دوره مفتوحه، دوره تبريد مفتوحه يعني ليها غطا ريداتير. الدوره المقفوله بيبقى ريداتير كله مقفول، في هنا قربة مية شبيهة بدي، بس طبعا بتفرق ان الغطا بتاعها بيبقى غطا محكم، بيبقى زي ده وبيبقى عليه برضه نسبة ضغط. طبعا مقفولة سهلة الصيانة، ما فيهاش مشاكل زي الدورة المفتوحة دي. العربية دي فيها ترموستات، يعني غسلها هيبقى أصعب شوية من اللي ما فيهاش ترموستات. هنشوف بقى مع بعض ازاي، ونبدأ نضيف المية بتاعي. طبعا في المقابل احنا شايفين لسه المية نازلة مش باندفاع، كل ده معناه ان الترموستات لسه ما اتفتحتش. أهمية بقى القمع اللي أنا عامله ده إيه؟ أولا لسهولة تنزيل المية، تاني حاجة لما نيجي نتخلص من فقاعات المية، هو ده الأساس بتاعها. طبعا شايفين لون المية الجديدة عامل إزاي، طبعا شفافة تماما ولونها أخضر. المية اللي نازلة لسه أخضر معتم، لغاية ما اللي هي وصلت اللون الشفاف يبقى كده الدورة انتهت. كده المية لو هنلاحظ بقت شفافة زي ما احنا شايفين. الميه البخار طبعا عامل زي ما احنا شايفين كده، شايفين الميه لونها بقى شفاف. ونرجع الهوز مكانه ونبدا نملى ميه.
نبدأ نملى مية. كده بقى ننتظر لغاية ما الترموستات، شايفين بقى الفقاعات، نسيب المحرك شغال كده. والمية طبعا زي ما احنا عارفين مية التبريد دي غالية، فكده انا محافظ على المية وفي نفس الوقت شايفين الفقاعات اللي بتطلع كده، انا بتخلص من فقاعات الهواء اللي موجودة لما شلنا الهوز او فكينا الخرطوم ده. شايفين والميه تبدا تطلع لي الفقاعات اللي جوه لغايه ما المراوح تشتغل، يبقى كده الدرجه كلها اشتغلت تمام. بعد كده هنزود الاربه بتاعت الميه، شايفين المراوح بدات تشتغل اهي. ٩٨ نسبه للدوره المقفوله اللي هو فيه اربه هنا ولها غطا قلنا. نفس الكلام بنخلي الغطا مفتوح لغاية ما الفقاعات تطلع كلها، بدل الزجاجة اللي احنا حطيناها هنا هنسيب الغطاء بتاع الاربة دي مفتوح لغاية ما تتخلص تماما من جميع الهواء اللي في الدورة والمراوح تشتغل، ونسيب بعد كده السيارة تبرد تماما تماما، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي بعد ما جينا بعد ما سيبنا المحرك برد هنلاقي المية زي ما احنا شايفين نزلت، مش شرط ممكن تكون نزلت او لا، يعني لو فاضية هنزود المايه بتاعتنا الخضرة تاني لغايه الحافه الداخليه دي، وبعد كده هنزود الاربه. زي ما شفنا الموضوع بسيط، هو عايز بس شويه ملاحظات نخلي بالنا منها، وبعد كده نقدر نشتغل في الموضوع ببساطه وما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله. بس ونشوفكم في حلقه جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.